بلشت هذا المشروع أمل بيتس بيت هوتيل أند صالون بأربيل بعام 2020. يعني بعد ما خسرت وظيفتي كنت كان عندي شغل بسبب الكورونا، خسرت شغلي يعني من بلاك. استوحيت الفكرة من حاجتي لأنه يكون في عندي مكان أشعر بأنه حيواني بأمان، وأنه هو مثلاً في حدا مهتم فيه مثل ما أنا بهتم فيه بغيابي. عموما من حاجتنا لهذه الامور بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه حاليا، استوحيت الفكرة المشروع، ومن خبرتي الطويله بانقاذ الحيوان من قبل ما اجي، يعني من لما كنت بسوريا وقبل ما اجي على ولما جيت على اربيل نفس الشيء، دائما بس شوف حيوان بحاجه مساعده او عامل حادث او جريح او متضرر بالشارع، يعني كنت اركض دائما اني عالجه وودي على الطبيب، يعني نساعده قدر الامكان. يعني اسمع يعني عندنا غرف للكلاب، نحن ما عندنا اقفاص، في عندهم روتين يومي بيطلعوا لبرا، في عندنا حديقة كمان كبيرة يعني بالمجمع، يعني احنا مستأجرين فيلا كاملة هي للحيوانات، هي عاملين اوتيل. الطابق الاول هو اوتيل للكلاب وجرومينج اريا، هي المكان اللي بنعمل فيه الاستحمام والقص الاظافر والشعر، والطابق الثاني في عندنا غرف للقطط، بتخلي حيوانك الاليف عنا وبتروحي على شغلك، وبس تخلصي شغلك بترجعي بتاخذيه اخر النهار ضمن ساعات العمل كمان تبعنا. الكلب بيجي لهون مثلا بيتعرف على كلاب تانيين، طبعا نحن هون لانه ما عندنا عياده، نحن ما بنعمل شيء اسمه علاجات يعني، فنحن ما بتجي لعنا كلاب مريضه، غالب الحيوانات اللي بتجي لعنا من اصحابها بتكون ومنتاكد من انه اخذين لقاحاتهم وعندهم دفاتر صحيه وكل شيء. فمنتعرف بتلعب مع كلاب تانية بيلعبوا، في عنا طابات، في عنا تريتس مكافآت بسكويت بنعطيهم، يعني تقريبا إذا بدك تصوريها هي تماما مثل الروضة أو الحضانة تبع الأطفال، وبنفس الوقت أوتيل يعني فيها منامة في حال أنت مثلا مسافرة فترة 4-5 أيام وراء بعض، أسبوع شهر. ونضافت كمان شغلة غير الدايكير، ضفنا شغلة اللي اسمها بوردينج سيرفيس. البوردينج سيرفيس هي مثلا اوراق السفر، تجميع اوراق السفر، الحجر بنعمل له كورنتين لانه حسب البلد اللي مسافر عليه، يعني المتطلبات من الاقليم، وقت اللي بده يطلع الحيوان من الاقليم من جمع الاوراق والاوراق اللي ممكن تنطلب بالبلد اللي رايح عليها الحيوان، يعني نحن بنحاول نسهل على صاحب الحيوان هي العمليه.